اسمح لي أن أذهب إلى بغداد، حيث سعادة خير الدين أحمد ناصر مفتش الآثار والتراث بمحافظة نينوى. نشرف بك سيدي، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق في كأس الخليج إن شاء الله. سأقول لك والله أمام الدكتور بسام وأمام المشاهدين كلهم، لم ينكسر قلبي كما انكسر وأنا أتابع تدمير متحف الموصل على أيدي الإرهابيين الدواعش. وهذا التدمير وهذا المد الإرهابي ويده السوداء التي مدت على آثار العراق كان حجة لبعض من أسوأ النهابين المهربين لصوص الآثار الذين هربوا الكثير من آثار العراق بدعوى مش أحسن ما يحطمها الدواعش إلى آخره. أولا، هل توقف هذا المد يا سيدي الكريم؟ وهل هناك جهود عراقية لاستعادة ما نهب؟ بداية أرحب بقناتكم الكريمة وبضيفكم الكريم الدكتور باسم. لا أريد أن يعني أعقب على كلامه، كلامه جميل جدا وفي الصميم. ما حدث في محافظة نينوى من تدمير ونهب للآثار في فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على هذه المدينة يدنا له جبين الإنسانية. حقيقة متحف الموصل تعرض إلى تدمير القطع الأثرية بشكل شبه كامل في هذا المتحف، لكن ما تم عرضه للقطات للتدمير هذه كانت مفبركة، حيث أغلب الآثار تم سرقتها بشكل كامل. يا ساتر. وحتى القاعة الحضارية أنت كأثري كبير سيد الكريم، تفضل أن يسرق الأثر أم أن يدمر؟ السرقة هي تدمير للأثر، والتدمير هو تدمير للحضارة ومحاولة طمس هذه الحضارة بشكل آخر، ويعني إضفاء النور على بعض المتاحف العالمية الغربية من خلال السرقة لهذه المقتنيات الأثرية التي لا تمت لهم بصلة. لكن ما تم في متحف الموصل تحديدا، لم نجد أي قطعة من القاعة الحضارية حتى التي شوهد تدميرها أمام الكاميرات بعد عمليات التحرير المباركة، لم نجد أي قطعة ولو صغيرة من هذه، فقط وجدنا القطعة الآشورية المحطمة بشكل كبير. حتى الآثار الإسلامية، لدينا محاريب للفترة الأتابيكية تم تفكيكها وسرقتها بشكل كامل، هذا فيما يخص متحف الموصل الحضاري. وأيضا إحداث تفجيرات داخل هذا المتحف على منصة العرش العائدة لآشور ناصر بال الثاني، والتي تعد من روائع النحت الآشوري والكتابة المسمارية باللغة الآشورية. كذلك الأسد اللي عائد إلى نمرود العاصمة الآشورية الثانية، هنالك نسختين من هذا الأسد، نسخة موجودة في بريطانيا ونسخة موجودة لدينا في متحف الموصل، أيضا تم تدميرها، لكن القطع نعمل على جاهدين على إعادتها في الوقت الحاضر. هذا فيما يخص المتحف، وفي جاوبتنا إجابة لأسئلة أخرى إذا أحببت عن مواقع أخرى. للأسف شديد سيدي، الوقت أضيق من معرفتكم الموسوعية وأضيق من أسئلتي أيضا، لكن كنت أريد أن أعرف، هل في ظل هموم العراق الثقيلة تضع الحكومة العراقية استعادة الآثار المنهوبة ضمن أولوياتها؟ أكيد، هذا ما لمسناه مؤخرا من قبل وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق والهيئة العامة للآثار والتراث. تم إعادة آلاف القطع، خصوصا القطع الآشورية، إلى المتحف الحضاري في بغداد، قسم الاسترداد بالتعاون مع الانتربول الدولي. لكن هنالك آلاف أخرى لم يتم العثور عليها لحد هذه اللحظة. نتوقع أنه ما تم سرقته من محافظة نينوى أثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابية أعلى من هذه الأرقام التي تذكر بين الحين والآخر، كونها غير مسجلة لدينا، حيث أنهم قاموا بالتنقيب في العديد من المواقع الأثرية، خصوصا في موقع تل النبي يونس و
قوينجا وكذلك نمرود الأثري والعديد من المواقع والتلول الأثرية الأخرى، وقاموا بسلب ونهب الآثار وبيعها في الأسواق الغربية.